السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة شيف إسلام. دائما كما وعدناكم يعني بوصفات جديدة ويعني وسهلة. الوصفة تاع اليوم هي عبارة عن دي تارت، يعني نديرو دي تارت سهلين إن شاء الله للعيد. واش غنسحقوا المقادير تاعنا؟ غنسحق 250 غرام تاع مارغارين، 125 غرام سكر غلاس، نسحق زوج صفار بيض، حبة بيض كاملة، نسحق شوية تاع فانيلا، نسحق قرصة ملح والفارينة ولا باش نطمو بها. وهنا عندي المكسرات يعني اللي حنشبح بهم ان شاء الله لي طارت تاعي. نبداو العجينة ان شاء الله على بركة الله. نبدا الوصفة تاعي على بركة الله. دائما كي نجيو نخدمو اي عجينة فيها زبدة ولا مارغارين لازم نخلوها يعني كيش نقولو حنا لا طومبيراتور تاعها تاع الكوزينة ماشي تاع فريجيدار. الوغ فوالا، نجي نرجع للمارغارين تاعي يعني كريمة هكذا نخدمها مليح. هاكي شردي ثاني بعد ما ولات لي هكذا يعني كريمه، واش ندير؟ نجي نحط يعني سكر، نجيبو سكر كلاص وسكر فانيلا يعني نحطوهم هكذا. ونجي نمزجهم يعني نخلطهم مليح هكذا حتى تولي لي يعني شغل اون موس ثاني. نزيد الان نجي نضيف يعني زوج صفار البيض وحبه كامله كما قلنا هكذايا. هكذا بعد ما خلطت المكونات تاعي كاع الان نجيب الفارينه هكذا نبدا نزيد بشويه. واش ندير؟ ما نعجنهاش، نطمها بصبعتي فوالا، نجيب هكذا بشويه ونبدا نطم فيها هكذايا. يعني ونشوف حتى العجينه تاعي يعني نشوفوها بلي ولات شايده روحها ماشي طريه وماشي يابسه بيان سور. نور فوالا هكذايا نزل شويه فارينه وما نساوش الملح تاعنا يعني باش ما ننساهش هكذا ندير شويه ملح ونكمل نطم العجينه تاعي هكذا. ها العجينة تاعي بعد ما كملت يعني عجنتها فوالا، يعني كيفاش نقولو شديتها غير هكدا بيديا بلا ما نعجنوها ولا. دوكا نخليها ترتاح واحد 10 دقايق حتى ربع ساعة ان شاء الله، ومن بعد نجو نفتحوها مباشرة ونجيبو الليمور تاعنا اللي نخدمو بيهم. كيما راني نخدم الليمور هكدا يعني شوية كبار ماشي صغار بزاف، ماشي كبار بزاف اللي نخدم بهم انايا. نتوما المول اللي عندكم تقدرو تخدمو به فوالا. بعد ما خليت العجينه تاعي ارتاحت يعني نجي دوكا واش نديرها؟ نحطها فوق ان بابي كويسون هكذايا يعني باش بلا ما نغسل الفارينه ولا، خاطر كل ما نزيدو الفارينه كل ما العجينه تاعنا تزيد تنشف. يعني لو كان نفتحوها دوكا فوق الفارينه حتى تنشف لنا العجينه تاعنا فوالا. نجي ندير هكذا بابي فيلم الفوق ونبدا نفتح فيها ان شاء الله هكذا. ولا انسى شي اللي ما عندوش بابي فيلم ولا يقدر يستعمل بلاستيك من الفوق هكذا نبدا نفتح فيها. نقدروا نقسموها على زوج، يعني تحبوا نقسموها على زوج ونفتحوها. هكذا ما كي حليت العجينه تاعي دوكا واش راح ندير؟ يعني نجيب انا ها المول تاعي اللي نخدم به هذايا، واش ندير؟ نجيب عفسه شويه كبيره عليه فوالا ها كيفاه. الو واش ندير دوكا؟ نجي يعني ونشكلهم هكذا فوالا هكذا. هاك شحال نبدا نخدمهم دوكا انايا؟ نبدا نرفدهم هكذا بالعقل، نرفدها فوالا. هاي العجينة تاعي نحطها في المول فوالا، نحطها في الوسط هكذا، ومن بعد نشدها هنايا. واش ندير؟ بصبعي هكذا نبدا ندخل فيها يعني في الكوانات لداخل هنايا كيما راكم تشوفوا، يعني نسيي ندخلها لداخل مليح باش تشد في المول تاعي باش كي طيب والمول يعني يسخن ومن بعد تنحى فاسيلمون فوالا هكذايا. نضغط عليها شويه ماشي بزاف باش نردها رقيقه ولا. هاكي درتهم في ليمول تاوعي، يعني راني نستعمل ليمول تاع السيليكون هكذا. واش نجي ندير لهم الان؟ كيما راكم تشوفوا في هذا الزوج هنايا نجي نثقب العجينه تاعي هكذا وقا يبداو يولوا لي حموره من الفوق هكذا نعرف بلي طابو. الو دوك نروح نحطهم في الفرن ان شاء الله ونشوفوهم كي يوجدوا لنا باذن الله.
وانا الوصفات يعني دائما حاول يعني قدر المستطاع نقدم وصفات بسيطه يعني بسيطه يعني اي انسان يقدر يديرها، يعني ماشي شرط لوز ولا جوز ولا ما على باليش انا، يعني مكسرات عاديه تقدروا ديروها. مرات انا نحكم كاوكاو نحمصو نرحيه، مرات نحكم كاوكاو نخدم به، كل مره كيفاه. وكما الجوز واللوز هنا ما تحققوش كميه كبيره، دائما يعني نشرو 10000 ولا 20000 يعني في الجزائر، على بالي انا مانيش في الجزائر، نشرو قسم 10000 20000 قسم نشبحو بهم كاطو تاعنا باش يولي بان شباب. ما نقولولوش يعني كاطو بريستيج، مي نخدمو حاجه سامبل ونخدمو حاجه شابه، يعني لاي انسان بسيط يقدر يخدمها ان شاء الله. هكذا نروحو نطيبوهم ان شاء الله ونوليو لكم. هنا كما قلت لكم نوجدوا الكراميل تاعنا. كيفاش راح نوجدوها؟ انا درت سكر كلاص، ما نديرش سكر عادي، هكذا ندير سكر كلاص وندير معاه كريم ليكيد. يعني درت 150 غرام سكر كلاص، درت 150 غرام كريم ليكيد، شويه ملح، ودرت حوالي 40 غرام تاع مارغرين. هكذا دوك ندوب السكر. فوالا ها هي، هذا بعد ما ذوبت السكر نجي نزيد له الكريم ليكيد تاعي هنايا. واللي ما عندوش كريم ليكيد يقدر يدير حليب ومايزينا او ميم طون. دوك هنا كيش نشوف راح تولي لي شغل، راح تولي حجره الكراميل تاعي حد تيبس. فوالا كيما كنت تشوفوا فيها بصح دوك تمتم، غير تقيس سخانه الكريم ليكيد تاعنا هذيك باش تصلها تعاود تنطلق. وقد ما نحبوا نعقدوها هكذا، قد ما نحبوها ثقيله يعني نزيدوا لها واسمو المايزينا. الوغ هاك كي تجي تزيد لها الزبده هنايا يعني باش تعطيني لون شباب تاني. فوالا ودت لها يعني شويه ملح باش يعني تقطع لي هذيك الحلاوه، ما تجينيش كراميل حلوه اللي نخدم بها الكاطو تاعي وتقهمني. الوغ هذه هي الوصفه تاع الكراميل، كاع الحلويات تاعكم اللي حبيتو ديروهم ان شاء الله، حاجه سهله وماشي متعوبه ايضا. اللون اللي عطاته لي كي كملناها جات رائعه يعني حتى في الذوق تاعها. انا درتها شويه يعني هكذا جاريه، نتوما تحبوا ديروها شويه جامده زيدوا لها شويه تاع مايزينا كيما قلت لكم. فوالا ها هي، الا حبيتوها هكذايا ما تزيدوا لها والو. هم بعد ما خرجتهم من الفرن تاعي يعني هادو ما طابوا من الاول لانه المول اللي درت فيهم تحديد يعني ولاو قهويين كيما حبيتهم. فوالا هم كيفاش يعني طابوا لي ما شاء الله. ودوكا نستنى في الاخر، نستنى واحد 5 دقائق هذوك تاع السيليكون حتى يولوا نفس اللون يعني ان شاء الله، نحيهم ونبداو نعمروهم باذن الله. هم كي حطيتهم انا نعمرهم دوكا يعني بك باش نوريكم العجينه. انا حكمت وحده قسمتها وجات رائعه بزاف بزاف. ها هي يعني ها ندير لها هكذا تقسم، ها هي بزاف طريه بزاف هايله وبنينه ثاني وخفيفه. فوالا يعني انا ذقتها عجبتني بزاف بزاف. مهبيش نديرهم رقاق باش الكراميل تاعي ما تغلبش عليهم، يعني درتهم موايا ما درتهمش خشام بزاف هنايا. والشكل الداخلي ما يهمنيش يعني بزاف باسكو راني نعمرهم هكذا، مي من برا يهموني. فوالا كي يجوا هكذا شابين من برا كيما تشوفوا فيهم، يعني كي يجوا شابين من برا هذاك هو الصح. الور ساهله باش تخدموها في الدار يعني ما تحقوش تشروها، راكو تشوفوا فيها يعني كيفاش يتصير. فوالا وانا كي درت لها شويه ملح يعني قطعت لها هذيك الحلاوه تاعها بزاف يعني الكراميل بزاف كيش نقولوا هنا حاجه تقهم. انا درت لها الملح، درت لها شويه ملح يعني باش تجيك شغل هنا بير سالي. فوالا شغل لو غو تاعها يجي شويه مالح. هاك باش نعمرهم والصغار راح يجوني شابين باسكو كيش نقولوا هنا غامقين داخل، كي درتهم في المول تاع السيليكون جاو بيان. هكذا نعمرهم ومن بعد نروح نشبحوهم باش حبينا ان شاء الله. لحقنا لنهاية الفيديو، راكو تشوفوا لا ديكوراسيون تاعنا كيفاش درتهم. درت حاجة سامبل، أنا درت لهم شوية شيكولا بيضة يعني باش نكسر هذيك يعني الكراميل شوية مالحة. بون ماشي مالحة، كي نقول لكم مالحة حاب يقول حتى كلها نفسها مالحة، مي أون أوروب شغل أون أوروب دوكا سكري صالي شغل سي ألا مود. ألور حاجة مالحة حلوة ولا حاجة حلوة مالحة سي نفسها ألا مود، شغل كيفاش نقولو أون كرياسيون جديدة. فوالا أنا جبت لها المكسرات تاعي كيما قلت لكم، هذه درتها مالحه ثاني، شوكولا حلوه، البيسكوي حلو، الكراميل بين وبين يعني ما تقهمكمش كي تاكلوها. وهذه هي درت لها يعني حبه جوز نورمال حمصتهم. وفوالا ديكوراسيون سامبل، راكو تشوف فيها الكراميل تاعي راهي تبري يعني تحت الضوء ها هي. وكي نزغدها الكراميل هذيك اللي يعني نقولوا احنا ماشي حاجه يعني تنشف ولا
فانتم تاكلوه يتسيل. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. احنا دائما نقدم لكم وصفات يعني سهله، وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وتبارطاجيوها مع احبابكم يعني الماكسيموم. واي اقتراح ولا اي راي عندكم يعني ماشي ممكن كاع، ماشي مشكل كاع، راح نحط لكم الوصفه يعني في من تحت في صندوق الوصف. نتوما واش ديروا يعني اللي ما فهمش حاجه ولا يكونتاكتيني في الفيسبوك ولا في الانستغرام تاعي وانا نجاوب عليه ان شاء الله. صحة سحوركم. السلام عليكم ورحمة الله.